مواقف احيانا تذهل منها، يعني لن تكون اكرم من الله، الله اكبر، ولن تكون احن من الله على البشر. انا اذكر مره يا ابو عبد العزيز كنت ذكر ايام رئيس الشؤون الدينيه في مستشفى الامل يا ابو محمد، ما شاء الله. فكان عندي سياره دردعه، تعرف الدردعه؟ اي يعني خالصه، اي بس انها زينه وتمشي، يعني لو ببيعها بتجيب لي 8000 7000 حليوه. وشريت سيارتي يا ابو عبد الرحمن احسن منها شوي، بس يعني حليوه. قال لي شريتها يمكن ب 15 كذا، ب 20، وذيك واقفه عندي يا ابو محمد، لا اله الا الله، وما اقدر ابيعها واستفيد منها يعني. المهم يا ابو صالح، اذا الله امرك بخير لا تتردد فيه. اي والله يجيك الخير، نفسك تواقه تسوي خير لا تتردد، ما يتحسن. اي والله، كان معنا واحد سوداني، على طاري السودانيين، صديق لنا وجزاه الله خير، ممرض. قلت له اليوم تراك متاخر، ايش فيك متاخر؟ قال والله اني في الباص وطالع. قلت ورا ما تشتري سياره؟ قال والله اني ما قدرت اجمع ريال على ريال. هذا السوداني. يا سلام. والله ابو محمد ما ادري كذا دخلت يدي ما شاء الله، وطلع مفتاح سياره. قلت له كمال، قال قلت خذ كش، قلت هاي سياره لك هديه يا ولد، كذا سياره هديه يا حلوه مع الحاجه، قسم بالجلال. قلت له خذ هاي سياره لك هديه. هاي قال تمزح؟ قلت والله ما امزح، هذه سياره بوصف لك مكانها، وهذه استمارتها زين، وانقلها باسمك، تبيعها تنقلها باسمك اللي تبي، هذه السيارة لك. الله ما والله يا ابو عبد العزيز، ممكن نتعرف عليك ابو راشد؟ لا لا ما اتعرف على اشكال، ما تعرف على هالاشكال. كمل ابو راشد، خل اكمل هذا قطع السناب. المهم يا والله العظيم هذا شيء حصل لي، والرجال الين يومك ما يسمع فيني يا ابو عبد الرحمن. مرت تقريبا شهر شهرين، الرجال ما يسمع. اي والله يجزاه بالجنة، مر شهر شهرين، بل انا اعتبره هو اللي سوى لي معروف. بعد شهر شهرين ابو محمد، ويعزمني واحد من كبار رجال الاعمال في المملكه، من كبار رجال الاعمال في المملكه. ورحت انا وزوجتي بالسياره دي اللي حليوه، هم 15، هم 15، وادخل له قصر كبير، كلام ده من زمان شوي، قصر كبير ابو عبد العزيز، وادخل داخل سيارتي، حتى استحيت ولا ادخل سيارتي، كل سياراتي بمليون وفوق. انا زيادتي 15000 يا ابو صالح. واستقبلني ابوهم والاخوان، والله مو عيب، النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار واردف معاذ. المهم يا ابو صالح، وين ادخل عندهم، واوقف سيارتي داخل في المواقف بين هالسيارات الفخمه يا ابو عبد الرحمن، اي واقلط عندهم، تحفوا بيطاروا فيني. الله لله، يوم جيت بطلع يا ابو عبد الرحمن ولا اشتغلت السياره، فشلتني والله اني استحيت يا ابو صالح. تبي تستحي؟ تخيل داخل قصر اقول لهم دفوا، والله مي بحلوه. والله ابو عبد العزيز انا صاع وجهي، مشكله معي حرمتي، لو ما معي حرمتي على الاقل يا ليتها برا يا ابني. اي وش بقول، اصبر شوي خلينا ندف السياره ننتع، ما اشتغلت يا ابو عبد العزيز. هذا شيء يا ابو عبد صالح، والله موقف محرج. ومعك اهل؟ مع الاهل، معك العرب يا اخوي؟ اي والله مع العرب، بس ما معهم خبز. المهم يا ابو محمد ما ادري ايش اسوي صراحه، او موقف لن انساه محرج. موقف قام راعيها خوي ذا اللي عازمني ابو عبد الرحمن، لا اله الا الله، سياره واقفه للعائله، سياره جديده يمكن ما مشت الا شهر، جديده تو جديده، يقيد الله. قال خذ يا شيخ ابراهيم هذا مفتاح السياره دي، رايح خذ عيالك ودهم. قلت لا ما تشتغل، بس ناخذ اشتراك. اشتراك ولا شوف العمال يدفون. قال والله انت اخذ السياره، روح قضب اشغالك وخلي السياره العمال ياخذونها يضبطونها لك. تمام يا ابن، قال لا والله العظيم انك تاخذ هالسياره، الله عطيه. اي والله، قال روح خذها يومين ثلاثه. مدير سنتها يمكن سام؟ موديل السنة ذيك، موديل جديد، ريحة الجديد فيها يا أبو محمد. قال راح قضبها يومين ثلاثة لين تخلص سيارتك، ويضغط علي ويحلف علي، قال والله أنت أخذها. وركب زوجتي والله في السيارة ذي الجديدة، متفشل طالع من هالقصر بسيارتهم، جايب سيارتي طالع بسيارتهم. الله، وأنا طالع كذا أقول زوجتي والله لو معي مثل هالسيارة ما شاء الله تبارك الله، أني ما أخلي مكان أروح في الدعوة إلى الله بإذن الله، أني أسافر ومحاضرات ودعوة وكذا. وقعدت أدعي الله أن الله يرزقني. عاد كلام ذاك اليوم كان وضعك الأيام، وضعي المالي سيء جدا يا أبو صالح. يوم جمع بعد يومين قارس لي صورة بطاقتك. شبيدة يا ولد يا ولد، بعد يومين؟ إيه يومين أبد يا أبو، أرسل بطاقة. قال أرسل لي صورة البطاقة. قلت لي إيش كان أرسلها وبس؟ قلت بشر أرسل لي صورة البطاقة. ها؟ ما كان فيه واتساب وكذا؟
لا ما كان في واتساب. قال جبها. قال جيب البطاقة. لا أظن يمكن رسالة نصية أو عن طريق الماسنجر. ذيك اليوم ماسنجر حتى نرسل فيه صور. إيه. المهم أنا أخذ صورة بطاقتي. ما بلتوك. إيه أيوة زي كذا. عاد نسيت التفاصيل الدقيقة فيها. المهم الرجال قال ترى السيارة باسمك الحين. الله. إي والله. شلون؟ لا قال. هذه هدية مني لك. شوف الكرة ما قسم بالله يا أبو صالح. وشلون؟ قال والله العظيم ما تردني وإن خير واجد عندنا وسيارات كثيرة. الله يكرمك. والله أنت أخذها. كرة ما يوم. المهم أصر على الرجال أخذت السيارة. تمام. يوم جاء بعد خمس أسبوع يا أبو عبد الرحمن ويتصل فيني قال عمال جايبين لك سيارتك القديمة مضبطينها من إلى مطلعينها عروسة. أدخلها. صار عندي سيارتين. قلت والله ذي اللي صلحوها لا هديها لأحد محتاج وهديها لواحد محتاج. ما شاء الله. قلت اللي أكرمني بهالسيارة الزينة. مزارق. ها. ما شاء الله. هديت الثانية هالحين. الثانية أعطيتها واحد محتاجها. زين. المهم. ما خسرت. أيوة هذا صديقي الرجل أعمالي أبو صالح. والله يستر.